فهذا القلب الذي هو أثمن ما تملك له حجر وله أمراض لا بد أن يحيط العبد بها علما حتى يتجنب الوقوع فيها. إذا سلم القلب من خمسة أشياء فقد سلم: إذا سلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض التجريد والإخلاص.